سؤال اليوم غريب جدا، حتكلم عنه. هو في النفسية عند أغلب الناس، ليش الشيء لما يكون صغير يكون كيوت، فكل ما يصغر الشيء يكون كيوت، يعني يكون كده لذيذ وما ادري. يعني مثلا دخلت محل وشفت جزمه صغيره حق الاطفال، اه سو كيوت، ولا كده تحس كده شيء لذيذ كده غريب. فايش يعني، ايش يعني كل ما يصغر شيء كده يصير حلو؟ ليش يعني؟ في التعليقات ما شاء الله حكم، يعني اللي يقول لك حكمة: الأشياء الصغيرة لا تكلف شيئا ولكن تسعد كثيرا. الكلام هذا كله جدا جميل، وفي ناس قالوا كلام قريب من الصحية واللي حقوله دحين. نتكلم شوية إيش بمنطق دحين. إحنا أصلا كل شيء يعني نربطه بالكيوت عشان بنتذكر الأطفال. طيب ليش أصلاً الأطفال يعني هذا الشيء كيوت؟ يعني ليش أصلاً نشوف الطفل يكون كيوت مقارنة بكل المخلوقات؟ أكتر مخلوق اللي هو الإنسان، الطفل حقه يكون معتمد اعتماد كامل على الآباء. فمن هذا المنطلق إنه الطفل لازم يكون كيوت عشان الآباء والأمهات يعني يقدروا يستحملوا إنهم يربوه، بالذات إنه فترة طويلة لين ما يبدأ إيش يقدر يعتمد على نفسه. فلازم يكون أقل شيء فيه إنه يكون كيوت عشان إيش الواحد إيش يجمل معاه يعني. فتقول أنت طب ليش الحيوان لما أشوف مثلا البسة الصغيرة ولا أشوف كلب صغير أوه كده مرة أطيح عنده ولا حاجة زي كده؟ لأنه برضو أنت بتربط نفس الشيء. الطفل الإنسان يعني لما يكون صغير يكون عيونه كبيرة وخشمه صغير كده وإدنه وراسه كبيرة كده لذيذ يعني. فحتى أطفال الحيوانات يعني الكلب والبس هذا نفس الأسلوب، تلاقيه كله صغير وعينه كبيرة كده، وهذا يذكرك بالطفل الإنسان، فتبدأ تحس إنه برضو كيوت. وعلى فكرة شركات كثير حتى في اليابان يستخدموها، يعني بتلاقيه يحط لك بسة كده صغيرة وهذا الماركة حقته أو شيء زي كده، هذا كله عشان يخليك تهتم بالموضوع مرة من قلبك لأنه كيوت. فهذه يعني طريقة فعالة جدا لجذب الإنسان برضو، وطريقة يعني خبيثة شوية أنا أشوفها. وهذا الشيء برضو ينطبق على الأشياء، يعني مثلا لو شفت جزمة صغيرة زي البداية لما قلت لك المثال الأول، إنه تشوف جزمة صغيرة هذه تقوم تربطها أنت بطفل وتتخيل الطفل لابس الجزمة فتشوفها كيوت مرة، فما تقدر كده تقول أوه كيوت ولا حاجة زي كده. طبعا أغلب الكلام هذا للبنات يعني، في برضو رجال يعني عادي يعني حتى أنا أشوفها كيوت يعني. طبعا أنا قلت لكم ليش الطفل يحتاج إنه يكون كيوت، ولكن السبب يعني احنا ليش نحس زي كده، لانه لسبب البراءة، يعني براءة الطفل وانه ما حي يعني ما حيضرك باي شيء زي كده، هذا يخليك تشعر بالشعور الكيوت، انك تحس انه جدا هذا الانسان طاهر كده بيور، فمن هذا المنطلق تحس انه كيوت. يعني ما طاهر بمعنى انه ما سوى ولا ذنب، يعني ما مو قصده يزعل احد، ما فيه في قلبه حقد، ما في اي شيء، هذه كلها من البراءة. شيء لو عجبك سوي لايك وسبسكرايب وسوي شير للناس اللي عزوا عليك، ولو عندك وجهة نظر أخرى اكتب الكومنتس حقك وإن شاء الله أنا أسمع لك.